لو نظرت إلى جيل الصحابة وتخيلت أن أحدهم أطل علينا أو نظر إلينا من روزنة التاريخ أو زارنا في مجتمعاتنا، فتعال إلى أولهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق رضي الله عنه. بالله عليك، لو اطلع علينا ورأى الكانزين من أثريائنا وأصحاب الأموال على مر سنين طويلة لا يعرفون شيئا عن زكاة المال، ماذا صنع أبو بكر عندما اعترض بنو حنيفة ومن تابعهم من أوباش العرب وتمردوا وهددوا المدينة عاصمة الخلافة بعد موت وانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى؟ ماذا صنع الصديق؟ جهز 11 جيشا، كل جيش له قائد، ثم جعل القيادة العامة لرئيس أركانه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفي هذه لمحة عجيبة. خالد رجل عسكري حتى النخاع، وأبو بكر رجل رقيق حتى مشاشة أعصابه وعظامه. الرقة من الرئاسة والخلافة والرأس تقتضي سبحان الله قوة في رئاسة الأركان حتى تتوازن الدولة، فلما جاء عمر القوي حتى النخاع يعزل خالدا ويولي أبا عبيدة أمين الله وأمين رسوله، أحد العشر المبشرين بالجنة. لماذا؟ كي تتوازن الدولة بين حاكم قوي صارم وبين رئيس أركان إن وجد بابا للسلام في فتح البلاد دخل منه كما صنع في دمشق. هذه التوازنات في التاريخ صنعها رب العباد لهؤلاء الذين استقاموا على طريق الله عز وجل. وقتل من الحفاظ يومها 70، و70 في هذا الوقت من الحفاظ عدد ضخم. ذعر له ابن الخطاب عمر وقال: يا خليفة رسول الله، استحر القتل بحفاظ القرآن، فاجمع ما كتب في الورق عند الصحابة. فكون لجنة من 7 يرأسها أبي رضي الله عنه ابن كعب كي يكون رئيس لجنة جمع المصحف. هذا أبي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فظل يبكي جمعة كاملة. جهز الصديق 11 جيشا لأن يعيد جزيرة العرب على ما كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أرادوا الخروج عن الملة قال وفسروا القرآن على راحتهم، قال ربنا لرسوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا قالوا هذا الكلام لرسول الله. فمال يا عباد الله ومال أبي بكر، إيه دخل أبو بكر بجمع الزكاة؟ ربنا يقول لرسوله: خذ من أموالهم صدقة عن الزكاة يعني. فما علاقة أبي بكر بجمع الزكاة؟ هكذا عندما يفسر القرآن أو يفسر القرآن أناس فيهم الهوى، كما تفسر أنت أختك غير المحجبة أو ابنتك أو زوجتك أو قريبتك أن الخمر مثلا لم يذكر نص بالتحريم فيها قال اجتنبوه، وفي الحجاب هذه لأمهات المؤمنين فقط، ومع أن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فيتعتبر نفسها الزوجة غير المحجبة وبنتها غير المحجبة أنها مش من نساء المؤمنين، هي من نساء باريس، من نساء أي دولة أخرى، ليست من نساء المسلمين، صح؟ هي ليس عليها حجاب لأنها غير مكلفة. ليه غير مكلفة؟ رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يعقل.
فلما إن شاء الله تعقل هي وزوجها وأبوها ولي أمرها، ولو قارن نفسه بعثمان رضي الله عنه يتسور عليه القتلة البيت ويقول لنائلة بنت الفرافصة زوجته ادخلي فاحتجبي، ليه؟ إن قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. إذا كان يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء، قتله أهون عليه من أن يرى شعر امرأته زوجتي أجنبي. ماذا تقول أنت لوالد المذيعة وزوج الفنانة وزوج الموظفة المتكشفة؟ بالله عليك لا تقول إلا، لا تملك إلا أن تقول والموتى يبعثهم الله، وتقول وما أنت بمسمع من في القبور. أبو بكر جهز جيوشا، لأن الذين فسروا أن ما أن الزكاة لا تؤطى لأبي بكر، وارتدت كثير من جمهرة العرب، وجهز لهم أبو بكر هذا. فما بالك لو أن أبا بكر علم أن هناك من الدول زكاة ركازها في السنة من 100 مليار إلى 600 مليار دولار سنويا، خمس ما تخرج الأرض، ماذا كان يصنع الصديق إذا أطل علينا؟ ماذا يصنع الصديق لو زارنا في بيوتنا ورأى بلاد العرب تتكلم برطانة أعجمية، لا هي عربية ولا هي سبحان الله، وهم عرب أقحاح، لكن يعني ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، هكذا كان أجدادنا القريبين، لكن نحن قلوبنا قلوب الأعاجم وألسنتنا ألسنة الأعاجم. من باب إذا تكلم ولد من أبنائنا بلغة عربية فصيحة نظر الناس إليه كنظر المغشي عليه من الموت، ما هذا الذي يقول؟ سبحان الله. فنحن لو نظر الصديق إلينا نظرة سبحان الله في أيامه الأخيرة يقول لعائشة: يا عائشة انظري بالباب ناقة، وعلى الجدار في بيت الخليفة قربة من الجلد يخض فيها اللبن حتى تستخرج الزبد والسمنة سبحان الله، يجمع فيها الحليب، وراح يطحن فيها القمح والشعير وغيره. ماذا أصنع يا أبتي بهذا؟ قال: إذا مت أرجعي هذا لبيت مال المسلمين. أبو بكر كان يأخذ في اليوم درهمين مرتب، لأن أول ما تولى الخلافة يحمل جوالا على ظهره. قال له عمر: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ في أول يوم. قال: أخلافتكم تمنعني من تجارتي؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: أمكث لحكم المسلمين ونفرض لك راتبا من بيت المال، أنت موظف في الدولة لك راتب حقك زي أي موظف آخر. فتوقف عن التجارة، ثم كان يعطى هذين الدرهمين أو هذان الدرهمان سبحان الله. ولما حضرته الوفاة يعني قانون تقديم قرار الذمة المالية للصديق، فالقربة والرحى والناقة يعيتهم لبيت الماء. لما يا أبتي؟ عائشة تتعجب وهي أم العلماء وأم العلم. قال: يا عائشة كي تكون خلافتي للمسلمين حسبة لوجه الله. ألا تستحون من ذكر أبي بكر؟ ألا تستحون لو نظر إلينا نظرة ماذا يقول؟